سألتني مرة قائلة: أستاذة، لماذا لا نشعر بمشاعر الحب تجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كما نستشعرها مع أمهاتنا وآبائنا؟ فقلت لها: كيف ذلك؟ قالت: نعم معلمتي، أحفظ نشيد فداك أبي وأمي يا رسول الله، ولكني في الحقيقة أحب أبي وأمي وإخوتي ورفاقي وألعابي أكثر، فإن خيرت بين ركعتي السنة واللعب لاخترت اللعب، وإن خيرت بين الشاشة وجلسة الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم لاخترت الشاشة. فقلت: لأننا لا نعرفه جيدا صلى الله عليه وسلم، أيحب أحدكم من لا يعرف؟ تخيلوه نازلا من غار حراء يرتجف من هول الوحي، محاصرا في شعب أبي طالب، مرجوما في الطائف، ممنوعا من دخول مكة، متآمرا عليه ليقتل ويتفرق دمه بين القبائل، مطاردا يوم الهجرة، ماسحا الدم عن وجهه الشريف يوم أحد، شاكيا ثم دسته له امرأة يهودية، كل ذلك وأكثر ليكون لنا دين. أهداك الحب أولا؟ استحضرت السؤال لما سمعت مقولة تصب في هذا المعنى: الحب هو دوام الشعور مع تمام المعرفة، فعدم حبنا هو نتيجة لجهلنا عنه وبه صلى الله عليه وسلم. وحري بنا كمسلمين أن نتعرف قدوتنا، فلا يكتمل الحب إلا إذا اكتملت المعرفة، وأول ما يقربنا إلى ذلك في نظري أن نتعلم السيرة صغارا وكبارا، فكيف ندعي أنه المحبوب والقلب عن ذكره مشغول والفهم لما جاء به معدوم؟ فأركان الوصول للمحبة: معرفة وصلاة وسلام عليه، والقراءة في علومه، والاقتراب من محبيه، والاستماع إلى مديحه، والتأمل في أوصافه، فالطريق حب والمحبون هم الواصلون. يا حبيبتي، ولد النبي صلى الله عليه وسلم في مكة فأصبحت مكرمة، وهاجر إلى المدينة فأصبحت منورة، ودخل قلوبنا فأصبحت مطهرة، وهذا ربيعنا، فإن عرفنا قدر المولود صلى الله عليه وسلم أزهرنا. فلا تفقدي رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين: مرة بأن قدر لك ألا ترينه في الدنيا، وأخرى بأنك لم تتخذي منه روحا تعيشين بها، ولم تفسحي مجالا لحبه أن يدخل قلبك ويعمره ويستوطن أعماقه، ولم تجعلي في حياته حياتك وفي خطواته خطواتك. لا يقوى قلبك على الفقد مرتين، فتمسكي. حب النبي رحمة ودواء، والقلب من نور ارتوى، ملك الحبيب روحي روحي، سبحان ربي كم نعمة.